انا هني ابرمج سيارة امريكية. هاي بديت هالشيء قبل تقريبا 16 سنة. اسوي هالشيء كمجال هواية اكثر من عمل. الكاستمرز اللي يجون عندي او الزباين ما عندهم فكرة احنا شو نسوي بالضبط. فممكن عنده مشكلة في السيارة ويظن ان احنا نقدر نحل هالمشكلة بالبرمجة، بس هو فعلا لازم يوديها مكان جراج ان يعدلونه، يبطلون الماكينة او الجير او شيء يعدلونه. بس طبعا هو لانه ما عنده خلفية فقام يلوم المبرمج على كل شيء قاعد يصير. الفكرة الرئيسية هي ان انت لازم تخلي سيارة تستقبل هواء اكثر داخل الماكينة، يعني بحيث ان تركب اير بوكس اكبر، فلتر اكبر، تيربو، سوبر تشارجر. نفسها سيارة سوبر تشارجر اصلا من وكالة. عندك الاكزوز، لازم تخلي ان السيارة مثلا اكزوزها اكبر ومثلا تطلع هواء اكثر عشان تقدر تطلع الهورس باور اللي انت تبيه في السيارة. هاي مو شيء تقدر تروح بس في يوتيوب وتتعلم. في فيديوهات طبعا في يوتيوب، بس اشياء بيسكس ما يعلمونك بالضبط شلون تسوي شغلة. فانت لازم تكتشف هالشيء بروحك. السيارات الجديدة اللي تنزل ما حد جربها، لازم انت بنفسك تدش وعندك هاي الجهاز اللي هو الداينو وتجرب وتشوف التغييرات اللي تصير عقب ما انت تبرمج السيارة. وهاي الشيء ياخذ له وقت. احنا طبعا عندنا سباقات متوفرة حاليا، بس اذا يكثرون من الانشطة والسباقات اللي ممكن يوفرونها لنا بيزيدون عدد المبرمجين وبيزيدون الناس اللي ممكن تسوي سيارات حق سباق. احنا حاليا عندنا الربع ميل اللي هو الدراج موجود في 5 جولات في البحرين، وطبعا في تيست اند تيون ممكن تجرب سيارتك، وفي رول ريس موجود، بس بعد يعني شيء محدد يعني.